لعناصر شباب المحمدية. تمرر عبر خط الوسط للدفاع لإنس ملامي. عرض الغراب غطواي هو يبادر مراوغات فنيات مهارات. ماذا حدث هذا الشوط الثاني يا شباب؟ أي وصفة سحرية شيدروكي في دقيقة كريدي لشمس الدين. شمس الدين يريد أن يكون ذاك القنديل الذي يضيء المنظومة الهجومية لفريق فريق الفتح الرياضي بعد فريق شباب محمدية. ما دبل أنه الآن الفيس يضغط في وسط الميدان مكبر عدد من اللاعبين. تمشي طويلة من اللاشي اللي بدأ سيلة بتحضير الانطلاق عبر الطرف الأيمن البحتاني الامدادات عن وسيلة سيلة عودة في شمال مروان سيلة طريقة شميلة ثم تعود دفاع وحركة تيكي تاكا من جديد فريق شباب المحمدية. عرضية أيوب راسية خطيرة فرصة أسامة البلوي باحث عن الكنترول هنا يرفع لقاء فريق الفتح الرياضي اللي انطلق من وسط الميدان مشى طريق شميل عملية التمرير الآن بناء الهجومي كان رائعا من عبر وسط الميدان يستلم الآن اللاعب حمزة كاركور من الطرف من اليسار تمرير خاطئ من قاسية أيوب ترتد الكرة بشاتي النخلي النخلي يسميت أمام هذا الضغط المتواصل من عرس الفتح الرياضي الكرة البينية محاولة في الخطورة لكن يغطى الدفاع من وسط الميدان تلعب بليفوس من قاسم أيوب أيوب قاسمي العودة من شديد مروان الوادي مروان فتشة من أيوب قاسمي قاسمي أمامية مستلم تقدم تمرير تيكي تاكا مشات أمامية محاولة خطيرة الفرصة هنا وشومي آخر من الطرف الأيسر عبر شمس الدين كريديل يوم مريرا للبديل الآخر العاص مروان ضاعت من وسط الميدان تمرر بديل آخر وحمزة كرقور تتحول أمس يبحث عن هدف التعادل لكي يخرج بأقل الأضرار من موقعة ملعب البشير تمشي طويلة بربي السلام من الطرف الأيسر محاولة من شرح لأخرى لفريق الدفاع من وضعية القرعة ومن يعني من الصدفة آخر تنقل كان للشرق على حساب مرادية التوجد الفرق المعنية بمقدمة الترتيب وهذا اللي حدثتكم عنه قلت لكم بأنه الشباب يعشق الفرق التنافسية الفرق الكبيرة هنا العرضية عبر وسط الميدان الانطلاقة من خط الوسط تلعب من شارب الاسباش للاشياء اليسرى مراوغة بطريقة شميلة كانت من شمس الدين قريديل مشى قريديل مرة قريديل وتضيع على لاعب الفيس الذي يتحصل على مخالفة يقول الحكم لفائدة فريق للشباب والتنفيذ تمنح الفرصة لمروان العاس مروان العاس تسدد العرضية دائرية عادت من وسط الميدان لم يكن موفقا وبذلك يتلقى بطاقة صفراء مع توجيه بطاقة صفراء كذلك للاعب الفيس يوندير إشارة دخول حمزة صبار ودخول من دخول هنا يعطي عملية تنفيذ روسية صفراء قدر حدث في انتظار التغييرين قبل ذلك سنتابع الركلة ركنية لفريق العاصمة تلعب هنا بالراس حمزة الوسطي في الإبعاد يتوصل الدرت هنا محاولة إخراجه من مناطق الشباب والفيس يريد في مناطق شباب محمدية في أمل أن يعدل نتيجة هنا تلعب العرضية استماتة محاولة في الخطورة خروج من ليوي ونسيكا دخول أصبر ودريوش ركلة ركنية لفريق الفتح الرياضي فرصة من اللاجئ اليسرى مناطق فريق الشباب هنا التحضير هنا الفرصة هنا التسديد ترتد الكرة وتتحول فتي جمان دبل عناصر الفتح الرياضي يتقدم هنا من الجهة اليمنى تقدم من تقدم لاعب مروان العاص والحكم يمنح مخالفة لفائدة شباب المحمدي وش عبر القائمة الثاني هنا ماذا الحكم يقول كان طلب الخطا لفريق الشباب يقدر يتحصل على التماس يكسر دولة أخرى الشباب يصير رهان عن نقاط الثلاث في هذه المباراة القوية بين الفريقين من وسط الميدان مشاهدينا في